السلام عليكم، معكم مريم من قناة تركوازا كاجي غلي سحر الكروشي المغربي. القفطان اللي تتشوفي على الصورة مخدوم بالكروشي على مستوى طوق نص طوق هكا. الخدمة ديال سبائك الذهب راه فايت ليا شاركتها معكم. الطريقة ديالها غير هي زدت عليها غراس الحشوم من الفوق. بالنسبة للكميمات وكذلك بالنسبة للافتيحات، وحدة في اليمين وحدة في اليسار. هو هاد القفطين هذا تحتية ديال الجلابة، هادي جلابة دو بيس من قطعتين. غادي نلبس الجلابة على القفطان باش تشوفوا الشكل ديال الجلابة كيفاش جا. طيب هذا حريري نسيت ما شرش ليه، والجلابة لون واحدة تشوفوها بعد قليل. بقاو معايا. الشكل ديال زويقتي هو هذا، نص طوق بالفتيحة. هذا قبل ما يتفينا، يلا دابا تفينا بضريس. هذا تاج صغير، ها هو تاج صغير. هذا من اسهل الموديلات. هذه الكوزه هذه فيها غير الاعمده وسلسله، يعني ما كاينش شي حاجه معقده. يعني اي مبتدئه غتصوبها هتبقى غتصوبها بسهوله. هذا الخيط درتو علمتو للسيده اللي تدير ليا زواق زواق بحال درلاندا دويدات اللي بغيت باش تعرف لافاس ديال الخدمه. طبعا الخدمه ما عندهاش فاس، حيت كتخدم من هذه الجهه ومن هذه الجهه. امتى تتولي عندها لافاس؟ ملي تيكون الضريس هذا هاد السنينات هادو الصدفات تاج صغير. هذا هو علاش انا تنعلمو ليها باش ما تقلب لياش الخدمه. خليوني نوريكم شغل الكروشي قبل ما تخيط. ها هو ها هي زبويقتنا مخدومه بالخيط. بلاتي نوري لكم الخيط ديال الحرير. هذا المبروم اللي ديال التطريز، خاص بالتطريز. خدمت هاد الزويويقه على ثلاثه د الشعرات، ثلاثه سنينات هادو ضريس. هذا التاج الصغير شفتوها، هذا حين كتقلب دونك الزواق كاين فينا، كاين في الجهه المعاكسه الخلف، في الخلف. ها هي شفتوها. هذا بالنسبه لشغل الكروشي. بالنسبه للتزيين هادو لي بغيت الدويدات هادو تخدموا بالابره، عطيتهم للصديقه ديالي ما شاء الله عليها مبدعه من مبدعات تركوازا كاجي. خصوبات ليا الدويدات ونبتات ليا هاد العقيقات على حساب اللون القفطان. هانتوما عزيز عليا نوريكم الشغل قبل ما تخيط باش يبان لكم بشكل اوضح، حيت ملي تيتحط على الثوب ما تيبقاش كيبان مزيان. دونك ها هو بشكل مكبر شفتو، هو هذا هادي راها هكا وهكا. هادي الفتيحه ندوزو دابا باش نكمل لكم الفيديو تشوفوا الشكل ديال الجلابه من بعد ما كملت. ها هي الجلابه لبستها على القفطان على المانكا، عطات هذا الشكل هذا. لاحظوا معايا بالنسبه للسطوق مخدوم بالكروشي، وهذا الضريس هذا مخدوم بالكروشي. غرزه ديال هذه الصدفه التاج الصغير. هادو الكوزه، هادو كوزات جوج واحد جوج واحد، هما اللي فيهم هاد التقيبات. هادو ما درتش فيهم. بالنسبه للقب والكمام فينيتهم بالتاج الصغير وكذلك، حيت هو اللي تيجي مع الكوزه. التاج الصغير تيعجبني. اما بالنسبه للقفطان علاش درت فيه هاد سبائك الذهب؟ حيت السيده مولات القطعه هي اللي عطاتني الموديل باش غنخدم ليها. اما انا كنت غندير بحال
الالوان مغايره عندكم في الكاميرا كتبان فلاشي بزاف، اما في الواقع لا، في الواقع هادئه اكثر. بالنسبه للعقيق اللي درت في الكوزات درتو فوق الدويدات، هادو شغل الابره ماشي الكروشيه، هاد الدويدات هادو. وفي وسط كل كوزه كاينه واحد العقيقه ديال الكريستال، كل أربعة في لون، هادو في السومو، هادو في الزيتي، على حسب الألوان اللي في القفطان، القطعة اللي في التحت، هذا صفير، وتعاودو الألوان، دونك عندنا ثلاثة د الألوان. كنتمنى هاد الإقتراح اللي اقترحت عليكم اليوم ديال هاد الجلابة من القطعتين بالكوزان سطو إن الإعجاب ديالكم. تنشكركم بزاف على المتابعة، وإلى اللقاء. نبغي نقرأ تعليقات ديالكم. شكرا مسبقا وإلى اللقاء. تلاحظي الشكل النهائي، رجعت بتلت العقيق الكريستال ودرت الحجيرات في اللوينات على حساب طلب الزبونة. هذا هو الشكل النهائي اللي خرجنا به في الأخير.